السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم إن شاء الله عندنا معرض في دبي سوونا دعوة إليه، وإن شاء الله نحضر هذا المعرض. هو المعرض بقسم مخصص الطاقة المتجددة، فراح نشوف آخر ما توصل إليه يعني العلم والغرب والصينيين بهذا المعرض، يعرضون منتجاتهم والشركات تعرض منتجاتهم، وراح نشوف طاقة شمسية ونشوف الخلايا ونشوف الإنفرترات والبطاريات بطاريات وكذلك الأمور الأخرى يعني. فإن شاء الله يعني إحنا خلونا نتابع هذا الموضوع، وإحنا عندنا إن شاء الله السفرة هي غدا بكرة، يعني إن شاء الله بكرة إحنا مطالعين، وإن شاء الله نوصل إحنا الظهر ممكن يعني نفس اليوم أو ثاني يوم نحضر المعرض، وراح أصوركم هناك المعرض وأشوف المنتجات اللي متخصصة بالطاقة الشمسية وكذلك منتجات البقية الأخرى. يعني إن شاء الله عندنا هذا المعرض بلكي الحق يكون عنده فد معلومات يعني تفيدنا وتفيدكم، نقدر يعني ننقل لكم إياها. فإن شاء الله يعني المعرض أنا أتوقع معرض يعني شوي يعني اعتبر معرض بدبي، وتشارك به كل الشركات المغربية والشركات الأوروبية والشركات الآسيوية ومن الشركات الصينية والتايوانية وغيرها وبقية الدول. فهذا المعرض مهم جدا طبعا، يعني راح يقربنا على كثير من التكنولوجيا اللي راح تدخل بصناعة الخلايا الشمسية، كذلك الانفرترات وكذلك البطاريات الليثيوم اللي هي الأساس النظام اللي احنا حاليا نركز عليه وعملنا اللي هو استخدام بطاريات الليثيوم. وراح نشوف أنواع البطاريات الليثيوم والتكنولوجيا دخلت بالليثيوم والساعات مالتها والأحجام والأوقات والعمر والدورات الشحن والتفريغ والسايكل وغير الأمور هاي أخرى. فصراحة المعرض يعني مهم جدا، وإن شاء الله ننقل لكم كل أخباره لحظة بلحظة. وكذلك راح نحب أشوفكم اليوم، عندي هاي منظومة شديتها لأحد الأصدقاء قبل لا أسافر، يعني قبل لا أروح يعني يوم شديتها. فهاي المنظومة بقدرة 5 كيلوات وإنفيرتر بقدرة 3200. هاي المنظومة طبعا كلفت بحدود يعني 13 ورقة 1300 دولار. منظومة طبعا بطارية جدارية 5 كيلوات 200 أمبير 24 فولت، والإنفيرتر 3200 واط نوعية جيدة. عموما يعني هاي المنظومة يعني بدون خلايا شمسية تشتغل فقط يعني إنفيرتر وبطارية، لأن هنا بهالمنطقة أكو خصخصة، فالخصخصة هي موجودة بها الكهرباء 24 ساعة، لكن أحيانا تنقطع من الكهرباء بسبب خلل أو فد مشاكل تصير بالخطوط أو بالصيانة، فخلوها للطوارئ هاي المنظومة، وهي بقدرة 5 كيلو واط وإنفيرتر 3200 يعني يوصل 14. راح نخلي هنا طبعا احنا قاطع دورة، وراح نضيف بعض النقاط وراح نعدل على المنظومة تعديل. احنا حاليا سوينا المنظومة بشكل سريع وركبناها بدون يعني هذا، نحتاج بعدك بعض النقاط قاطع دورة نسوي البطاريات هنا، تغيير الأسلاك. هاي كانت أسلاك بس ما التجربة، راح نخلي أسلاك وتري كيبل وشغلات. عموما يعني هي المنظومة هاي التشغيل والفحص والاختبار حبينا نشارككم بها، ان هي هاي المنظومة يعني شكلها جيد وأدائها جيد ومجرب عندنا. الانفيرتر هذا أداء جيد ومجرب عندنا، وإن شاء الله إحنا راح ننقلكم كل الأخبار. انتظرونا بمعرض دبي إكسبو 2022 خلال هاليوم يومين إن شاء الله، ننقلكم آخر أخبار المعرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.